وبنرجع لحضراتكم نروح لزملائي ومراسلينا عشان نطمن على حالة الطقس وكمان عشان نعرف مصر يحصل فيها ايه النهارده. انا معايا زملائي دورية عاطف من هيئة الأرصاد الجوية، بصبح عليها صباح الفل عليك يا دورية، وكمان معايا زميلي محمد حداد من وسط العاصمة هيقول لنا مصر هيحصل فيها ايه النهارده. هستأذنك يا محمد اروح لدورية الاول تطمنا على حالة الجو وبعدها هرجع لك على طول. دورية صباح الفل عليكي، طمنينا على حالة الجو ايه النهارده. صباح الفل عليك يا اسماء وعلى جميع الساده المشاهدين، وفعلا متابعين معاكم زي كل يوم من الهيئه العامه للارصاد الجويه. والمزيد عن تفاصيل حاله الطقس النهارده واللي هنشوفها على مدار الاسبوع بتنضم لي دكتوره ايمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد. برحب بك يا دكتور في البدايه على شاشه اكسترا نيوز. اهلا بك استاذه دريه واهلا بمشاهدي اكسترا نيوز من داخل الهيئه العامه للارصاد الجويه. اهلا بك يا دكتور، يعني في البدايه طمنينا على حاله الطقس النهارده. هو طبعا زي ما احنا اعلنا امس كان في امطار سقطت على بعض المناطق من السواحل الشماليه وايضا بعض مناطق محافظات الوجه البحري، ووصلت امطار خفيفه على مناطق متفرقه من القاهره، ده كان امس. المتوقع اليوم ان شاء الله تستمر فرص سقوط الامطار، يمكن هتزيد كميتها الى حد ما بالنسبه للسواحل الشماليه، هتكون من متوسطه لغزيره على مناطق من السواحل الشماليه، ايضا هتمتد للوجه البحري وايضا هتمتد الى القاهره ان شاء الله من خفيفه لمتوسطه الشده وبعض مناطق من شمال الصعيد وايضا سيناء. يعني بالنسبه لشمال وسط سيناء هيكون في فرص سقوط امطار ان شاء الله النهارده. طبعا ما زالت درجات الحراره منخفضه وهي اقل من المعدلات الطبيعيه لهذا الوقت من العام بحوالي من 3 ل 4 درجات مئويه. المتوقع اليوم لدرجه الحراره بالنسبه للقاهره 18 درجه مئويه، ده اقل من المعدل طبعا. طبعا بنشعر بالبروده اثناء ساعات النهار، الطقس بيكون مائل للبروده وشديد البروده اثناء ساعات الليل المتاخره وايضا في الصباح البكر. هل الطقس حاله الطقس المتقلبه هتستمر حتى نهايه الاسبوع وايام العطل ولا هيكون في تحسن؟ هو طبعا غدا الاربعاء ان شاء الله هتستمر فرص سقوط الامطار، هيستمر انخفاض في درجات الحراره، الامطار مستمره على السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره، مناطق من شمال الصعيد وايضا سيناء. بدايه من يوم الخميس ان شاء الله يبدا يكون في تحسن في الاحوال الجويه، الامطار هتنحصر فقط على السواحل الشماليه الشرقيه للبلاد، اما باقي انحاء الجمهوريه تنعدم تماما فرص سقوط الامطار. ايضا هتبدا درجات الحراره في الارتفاع التدريجي، هتوصل ل 20 درجه مئويه بالنسبه للقاهره، ده طبعا المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام. هنبدا نشعر ان الجو هيبدا يكون اكثر يعني دفئا، وطبعا الشمس هتكون ساطعه على مدار ساعات اليوم، فيبدا يكون في تحسن من يوم الخميس القادم ان شاء الله. يعني ان شاء الله يا دكتور، يعني بس احنا من اول الاسبوع تقريبا بنشهد حاله تقلبات، لو حاجه بتقولي لحد يوم الاربعاء يعني بكره، يعني اكتر المناطق اللي اتاثرت بحاله تقلبات الطقس؟ طبعا اكتر المناطق هي بتكون السواحل الشماليه، دايما بتكون الامطار الى حد ما غزيره على بعض المناطق، وده اللي احنا شهدناه على مدينه الضبعه امس، كانت الامطار فعلا غزيره. ايضا بعض المناطق من الوجه البحري زي البحيره وكفر الشيخ ايضا بتاثر بموجه شديده في الامطار. بالنسبه للقاهره بتكون امطار من خفيفه لمتوسطه، النهارده هتزيد كميتها الى حد ما بالنسبه لكل المناطق، يعني سواء السواحل الشماليه تكون توصل لغزيره، القاهره توصل لخفيفه لمتوسطه، غدا ايضا تكون امطار متوسطه الشده بالنسبه للقاهره، يعني فرصة الأمطار بتزيد من مساء اليوم وبداية من صباح أمس الأربعاء إن شاء الله. يعني أخيرا دكتور، نصائح الهيئة العامة للأرصاد للمواطنين. طبعا الهيئه العامه للارصاد الجويه بتنصح كل الساده المواطنين الاستمرار في ارتداء الملابس الشتويه الثقيله، وخاصه ان احنا ما زلنا في فصل الشتاء هو مستمر معانا حتى 20 مارس القادم. القياده بهدوء على الطرق اثناء سكوت الامطار واثناء الشبوره المائيه اللي بتكون موجوده في الصباح الباكر، لكنها خلال هذه الفتره بتكون خفيفه. ايضا طبعا بننصح اثناء سكوت الامطار الابتعاد تماما عن اي حاجه فيها كهرباء زي اعمده الاناره، اكشاك الكهرباء، وخاصه طبعا الاطفال عشان ما يحصلش اي صعاب كهربيه لا قدر الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور على كل التفاصيل دي، والشكر بالطبع موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه، وعوده لك يا اسماء مره اخرى في الاستوديو. بشكر زميلتي دوريه عاطف اللي كانت منورانا من هيئه الارصاد الجويه، ونستعرض مع حضراتكم قبل ما نروح لزميلي محمد حداد درجات الحراره المتوقعه في عدد من محافظات مصر. ان شاء الله النهارده يكون الجو كويس.